ناس كتير قالت ان بعد ساحلية الجنوب اتلبستي او حاجه كده كل ما انا مش اتلعنت بس ما اعرفش ايه اللي حصل. في حاجه حصل لك اي مواقف في وقت تصوير ساحلية الجنوب سواء في الجزئين في البيت او لوحدك او حاجه او حسيتي باي حاجه يعني بداتي تحسي؟ لا ما هو مش شرط يكون حقيقي بس من كتر الاندماج مع الشخصيه بيحصل حاجات يعني بيبدا اللي حواليك يخاف منك او حصل حاجه شفتي حاجه او تخيلتي انك شفتي حاجه. لا بس انا اقول لك في الحج مثلا واحنا داخله المسجد انا دخلت فالست اللي بتفتش الحاجات روح بس اول ما شافتني انت كنت قلت لها وانا لدرجاتي كنت بخوفكم؟ اه طبعا انا ما كنتش بحس خالص ان انا بخوف. لا هو الدور مع المكياج مع المزيكا مع الموضوع مع الحدوته لا طبعا هو ما كانش نجح لو ما كنتيش خوفتي ما كانش نجح. عايز اقول لك ان ده اول عمل اعمله من غير ما اعمل بروفا مع مخرج ولا نتكلم على تفاصيل. امال جبت الشخصيه منين؟ يعني اكيد ما قابلتيش واحده كده. اكرم قال لي حريقه انا عايزك تفاجئيني. طب فاجئتيه منين بقى؟ يعني من اول لا ثانيه على يعني على حد علمي هو ان التقمص والتمثيل خبرات مكتسبه. انا شفت حوريه النهارده فانا لو هعمل دور شبه حوريه هاخد تفاصيل منها قعدتها لبسها طريقتها. انت شفتي ساحره الجنوب دي فين عشان تجيبي لها طريق او يعني جبتي ده منين؟ انا صنعتها. تخيلتيها؟ بص كل بني ادم عنده عين طيبه وعين شريره. ماشي. كل اللي لما سألوني انت هتتقلبي ازاي او هيحسوا ان فيكي حاجه ازاي فقلت لهم العين دي ما تتحركش يعني نظره كده وما فيش اي اوكي زي تمثال كده والعين بقى العين الشمال هي اللي استخدمتها. فحتى عبد النبي بتاع اللغه عبد النبي الهواء قال لي هو ده. قال لي ايه ده قلت له انا مش هعمل بقى زي الناس المجانين اللي هو واعمل كده ما ينفعش بمنتهى السلاسه والبساطه هعمل. ويمكن ده اللي خلى الموضوع ناجح انه مش شبه حاجه بالظبط او طبيعي قوي ما فيهوش مش مفيش حاجه اوفر. كلامك كتير عن الحاله الصحيه لحوريه فرقان دايما تبقي قاعده في امان الله كده الاقي ترند حاله صحيه لحوريه فرقان حاله صحيه لحوريه فرقان. طب حوريه فرقان نفسها بقى ما تقول لنا حاله صحيه من رايح نفسنا بدل الفيك ده كله. الحمد لله انا زي الفل. الهيموجلوبين بتاعي كان 4 دلوقتي بقى 12. مناخيري الحمد لله بشم كويس وبستطعم الاكل كويس وبلعب رياضه ولسه في منتخب مصر وعضو اتحاد في الفروسيه في الفروسيه. هو معلش خلينا يعني نصحح عشان ناس كتير كتبت كلام غلط. وقوعك من الحصان كان هو سبب مشكلتك الاساسيه في مناخيرك صح كده؟ حادثه يعني لان في ناس حرفت الكلام ده يعني تلاقي الكلام مكتوب بكذا طريقه ولكن بيحب دايما يبقى الكلام من بقه صح. انا عارف انت حاجتين لا انا كنت راكبه ومش حاطه سرج